عروسة أو متزوجة، عندك سواد السنين في منطقة الأندر أرم أو منطقة البيكيني، عندك غمقان، عندك جلد الوزة، عندك شعر تحت الجلد، عندك جلد ميت كتير، بشرتك اغمقت أو اسمرت. بجد الوصفة دي هتفتح معاكي وهتشيل كل الكلام اللي أنا قلته ده، ده غير إنها هتنور بشرتك 180 درجة، وهتفتح معاكي وهتشيل كل جلد الوزة والشعر اللي تحت الجلد، وكمان هتشيل كل الجلد الميت. من أحلى الوصفات اللي ممكن تجربيها، اعملي اللايك والشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك أول بأول. حاجة هحتاج معايا الرز المطحون، اللي هو بيبقى دقيق الرز او الرز المطحون، انت بتطحنيه او بتشتري جاهز براحتك خالص. انا هنا الحبيبات بتاعتي تخينة شوية، فانا حابة ان هي تبقى ناعمة، فانا هنخلها فياخد كده حوالي معلقتين من الرز المطحون، وهبدأ ان انا انخلهم. انا عايزه الحبوبات تبقى ناعمه معايا، منها تبقى مقشر خفيف جدا للبشره وللجسم، وفي نفس الوقت تبقى ماسك، يعني انا عايزه استغل الخطوتين. فانا هنا حطيت معلقتين من الرز المطحون، طبعا الكميه دي بتاعتك انتي، تمام اهو بقوا معايا معلقتين مطحونين ناعمين جدا، وهضيف عليهم معلقه من القهوه. القهوة من الحاجات برضو الجميلة جدا اللي بتعمل مؤشر خفيف للبشرة، بتفتح البشرة جدا، بتزيل كل البقع والتصبغات والكلف والنمش، كمان بتوحد اللون، كمان من الحاجات الحلوة قوي 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 والسريعة في إزالة التصبغات ومضادة للأكسدة. هضيف كمان عليها الأول، بس هقلب الرز مع القهوة علشان يبقوا مندمجين. لما اجي احط اي مكون لازم اقلب كويس عشان يبقوا كده ايه، ناعمين، والخلطة تبقى معايا ناعمة، وكمان الخلطه معايا تطلع معايا مظبوطه. فانا قلبت الرز مع القهوه. بصوا الحبيبات لو احنا شايفينها، شايفين حبيبات خفيفه. طب لو ما عنديش رز ممكن استبدل الرز بسكر ناعم، بس الرز طبعا فوائده افضل واعلى بكتير لانه مليان بالنشا وفوائده حلوه قوي. هضيف معايا هنا معلقه من كيس اللي هو البيكنج باودر او خميره الحلويات، حلو قوي قوي في النضارة والتفتيح، وكمان بيخلي البشرة موحدة، ممكن استخدمها للوش وللجسم عادي جدا. البيكنج باودر مش حامية، بتبقى خفيفة شوية عن الكربونات الصوديوم. لما باجي احط كربونات الصوديوم مبقولكوش تحطوها للوش خالص، هي للجسم بس، انما البيكنج باودر او خميرة الحلويات ممكن استخدمها للوش عادي، فهي انا بستخدمها عموما شخصيا. بجد حلوة قوي، بتفتح وتوحد اللون، وكمان لو في اي اسمرار شمس، اسمرار بقع، اسمرار اي حاجه كده، بيوحد للون وبيخلي البشره صافيه جدا. هنا حطيت كمان معلقه من البيكنج باودر، وهضيف كمان معلقه ممسوحه من الحنه البيضاء، ممسوحه الحنه البيضاء دي زي ما قلت لكم كتير حلوه قوي في التفتيح والنضاره. كمان عايزه اقول لك انها مخصصه للتجميل، يعني هي تجميليه، لو حطيناها بميه بس كده خلطناها بتفتح لوحدها، هي حلوه قوي. انا حطيت ليه معلقه ممسوحه علشان تكمل معايا في الوصفه، لان الوصفه بالنسبه لي تفتيح ونضاره وتوحيد لون، وكمان بيخلي البشره صافيه، هو ده اللي انا عايزاه، ان احنا في الصيف البشره بتبقى متبهدله جدا جدا معايا. تمام كده، هضيف بقى عليها ميه ورد، هحط كده حوالي معلقتين من ميه الورد. ميه الورد عموما او ميه عاديه براحتك خالص، المهم ان انتي ما تكتريش. انا مجرد ان انا احط حاجه بسيطه علشان الوصفه تبقى معايا بالقوام اللي انتي شايفاه القمر ده، ولا تبقى تقيله ولا تبقى سايله، لان انا افرد على الجسم والبشره الوصفه تبقى معايا صافيه. هضيف كمان معايا هنا ليمونه، عصره كده من الليمون، مش هنكتر، يعني حاجه بسيطه، هحط كده عصره يعني 4 5 نقط. تمام، لو بشرتك بتتحسس، هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، لو البشرة بتتحسس يفضل يفضل ان انت ما تستخدميش الليمون وهي فيها بيكنج باودر عشان هيبقى حامية شوية، لا احنا مش عايزين كده، يا تحطي البيكنج باودر يا تحطي الليمون على حسب ما انت بشرتك بقى بتتحسس من ايه، كل واحدة طبعا عارفة بشرتها.
انا بالنسبه لي بشرتي برضو حساسه، بس انا ما بتحسسش جامد قوي من الليمون، بستحمله بس ما بيعمليش التهابات. في ناس غيري هيعمل لها ممكن التهابات في بشرتها، فما تستخدمش ليمون لان بشرتها مثلا بتبقى حساسه جدا. في ناس غيري مثلا البيكنج باودر يعمل لها حساسيه، فكل واحده عارفه ايه المكون اللي يعمل لها حساسيه تلغيه. انا بالنسبه لي عشان ما يعمليش حساسيه بضيف معايا اللي هو بيبي اويل او زيت الاطفال، اي نوع زيت اطفال باخد منه كده حاجه بسيطه جدا علشان خاطر ما يعمليش حساسيه ويعادل معايا الوصفه انها تبقى كده ايه هاديه معايا لما اجي احطها على بشرتي ما تبقاش حاميه جدا. فانا بالنسبه لي حطيت حاجه بسيطه جدا من زيت الاطفال، فده مهم برضو ويفرق معاكي جدا. هنا بصوا الخلطه معايا بقت عامله ازاي، شايفين؟ تبقى ناعمه ازاي، هي حلوه جدا جدا جدا، شايفين قوامها كمان من القوائم الحلوه قوي. الكميه دي طبعا بتكفي الوش كله. لو انت حابه تستخدميها للجسم تبقى تحفه، تحت الاندر ارم او منطقه البيكيني، بتفتح البشره وتوحد اللون وتخلي النضاره للبشره حلوه قوي، بتشيل كل الجلد الميت وكمان بتطلع الشعر اللي تحت الجلد. فهي حلوه قوي قوي قوي. لو هتستخدميها لوشك بستخدمها مره واحده بس في الاسبوع، ما بستخدمهاش اكتر من كده عمال على بطال لا خالص. عشان كده انا بقول لك الحاجات اللي بتبقى فيها ليمون، الحاجات اللي بتبقى فيها بيكنج باودر، الحاجات دي بستخدمها مره واحده بس على الوش، مش اكتر من كده في الاسبوع، كل 15 يوم، كل ما تحس ان بشرتك محتاجه. انما للجسم ممكن استخدمها كل شاور عادي جدا جدا، الجسم بيستحمل عن البشره شويه. تعالوا بقى نجربها ونشوف شكلها عامله ازاي. بصوا بصوا بقى جمالها، وبتبقى جميله قوي وماسكه على الجسم او البشره، بجد تحفه تحفه تحفه، وكمان نتيجتها فوق الروعه. وزي ما قلت لكم الرز فوائده تحفه جدا 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 للبشره. لو انت حابه تستخدمي سكر عادي جدا، بس السكر هيبقى بالنسبه لك كمؤشر، انما انا قلت لك ده هيبقى ماسك ومؤشر عشان انا حاطه الرز. بصوا الجمال، هبدا بقى اسيبها تنشف كده، افضل اول حركات دائريه، ده مهم جدا ان انا اعمل حركات دائريه عشان انزل كل الجلد الميت والشعر اللي تحت الجلد، وكمان اشيل الطبقه السوداء الغامقه اللي بتبقى في الجسم بالشكل اللي انت شايفاه ده. وبعد كده ببدا اسيبها تنشف كده حوالي ربع ساعه نص ساعه على جسمي، وبعد كده ببدا ان انا افركها، انزل كل اللي في الجسم. بجد هتلاقي بلاوي نازله من الجسم، حتى لو جسمك نضيف زي القشطه، بجد من الحاجات الحلوه قوي اللي تجربيها هتعجبك. جربوها وقولي رايكم، اهم حاجه بعد ما تجربوها رطبوا بعدها، اهم حاجه ترطبوا بعدها. انا بقوله والله كذا مره لازم نرطب بعد اي ماسك، لان كل الماسكات بتنشف البشره، لازم ارطب بعدها عشان النتيجه تبقى فوق الروعه. وجربوها وقولي ايه رايكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لك مني اول باول. ولاول مره تشوف القناه بتاعتي ما تنسيش اللايك والشير. باي باي.